محافظو صلاح الدين يعلن من الدجيل أن المرحلة المقبلة ستشهد ارتفاعا كبيرا بمشاريع الإعمار لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. رئيس تحالف التقدم في صلاح الدين يؤكد لعشائر جنوب المحافظة مواصلة استراتيجية الاستقرار الأمني والمجتمعي ووحدة الصف. المراكز الانتخابية في صلاح الدين في عهدة القوات الأمنية لطمأنة الناخبين واستعدادات شعبية غير مسبوقة للمشاركة بيوم الاقتراع. والكاظمي يرفع صوت التحدي لضمان نزاهة الانتخابات ويطالب الوزراء مواصلة مهامهم حتى اللحظات الأخيرة من عمر حكومته.